السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنشرح الشابتر الثالث من السمستر الثاني اللي هو المقرر الدراسي الثاني من مادة تقنيات وتركيب الحاسوب. الشابتر الثالث هو Software وأنواع الترانسليتر. Software اللي هي البرامجيات، والترانسليتر هي أنواع المترجمات. هذا الرسم مطلوب من عندكم، ومعناته أنه هو الرسم مطلوب وإنما التقسيم مالته مطلوب. يتقسم Software إلى Application Software، التطبيقات البرامجيات التطبيق، والسيستم سوفت وير هي برامجيات النظام. الابلكيشن سوفت وير هو مثال عليه اللي هو المايكروسوفت وورد والمايكروسوفت اكسل والمايكروسوفت باوربوينت، واللي راح تاخذوها بمادة التقنيات العملي. السيستم سوفت وير يتقسم برامجيات النظام هي الاوبريتنج سيستم، واللي هو اهم سيستم سوفت وير اللي هو نظام التشغيل. الترانسليتر هي انواع المترجمات، واليوتيليتي بروجرام اللي هي البرامج المساعده. الابلكيشن سوفت وير اللي هي تطبيق البرامجيات هي بروجرام ذات هيلب ذا يوزر تو اكسكيوشن سبيسيفيك تاسك such as مايكروسوفت وورد اند مايكروسوفت اكسل والى اخره من التطبيقات. فاذا هي البرامج التي تساعد المستخدمين على تنفيذ وظيفه معينه. ومن هذه الابلكيشن قلنا الوورد والاكسل والى اخره من التطبيقات. نجي على تعريف السيستم سوفت وير. هو از اسيت اوف بروجرام، هو مجموعه من البرامج اللي تدير ذات مانج ذا ريسورس، اللي تدير مصادر الحاسوب. والسيستم سوفت وير از ا كولكشن اوف سيستم بروجرام، هي مجموعة من البرامج، وهي مجموعة من البرامج اللي تؤدي وظيفة معينة بالحاسبة. نجي على أنواع السيستم سوفت وير. احنا قلناها قبل، هنا أنا بالرسم موجودة عندكم، وهنا التقسيم مالتها موجود. التايب اوف سيستم سوفت وير اللي هي تجيكم تعداد او تعريف كل وحدة من عندهم. فاذا تايب اوف سيستم سوفت وير انواع برامجيات النظام، هي قلنا اول واحد اللي اوبريتنج سيستم، والترانسليتر، واليوتيليتي بروجرام. نجي على اول واحد من عندهم اللي هو الاوبريتنج سيستم. تعريف الاوبريتنج سيستم مطلوب من عندكم، دائما يرمزوا له بالاو اس اللي هو مختصر اوبريتنج سيستم. طبعا عندكم درس كامل في صف رابع ان شاء الله، من توصلون تاخذون اوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل. is the important type of system software. يقول لك هو نوع مهم من انواع السيستم سوفت وير. which designed for your computer system، صممه للنظام الحاسبه. to ensure your system، حتى يضمن انه النظام مالتك يشتغل بصوره طبيعيه. together and smoothly and efficiently، يشتغل بصوره كفؤه ومتناسقه. the primary function of operating system are، وظائف الاوبريتنج سيستم مطلوبه من عندكم، تجيكم تعداد اللي هي شنو وظائف الاوبريتنج سيستم. اول وظيفه من وظائف الاوبريتنج سيستم اللي هو لود بروجرام انتو كمبيوتر ميموريز ذات يو كان يوز ذيم، اللي هي برامج التحميل مثل برامج معالج النصوص ولا اخره من ذاكره الحاسبه. فاذا اول شيء يحمل البرامج للحاسبه. منين يجيب هذه البرامج؟ المخزنه بذاكره الحاسبه. provide the user interface، يسوي لي يجهز واجهة بسيطة لليوزر انترفيس، انه هو ممكن انه اليوزر يستخدمه بسلاسة. manage system memory، يدير مهام، يدير إدارة الذاكرة. manage system memory، يدير نظام الذاكرة. manage processing task، إدارة مهام المعالج اللي هو CPU. و coordinate، ينسق coordinate و program work with computers hard and other software. إذن هو ينسق بين البرامج وبين أجزاء الهاردوير مع بعضها. و provide، يوفر طرق لإدارة. provide ways to manage and organize، يوفر طرق لإدارة وتنظيم. the way information is stored، إذن يوفر طرق لإدارة وتنظيم طريقة تخزين المعلومات. عليه من طريقة تخزين المعلومات and retrieve، واستردادها من الأقراص الموجودة مثل الهارد ديسك أو السي دي درايف أو غيرها من الهارد ديسك، وسائل الخزن الموجودة بالحاسبة. نجي هذا أول شيء أخذنا من السيستم سوفت وير
اللي هو الأوبريتنج سيستم، المطلوب من عندكم تعريفه، وثاني شيء وظائف الأوبريتنج سيستم. نجي على النوع الثاني من السيستم سوفتوير هو الترانسليتر. أول شيء عندنا تعريف الترانسليتر، العفو، عندنا أول شيء تعريف الترانسليتر is a computer program that convert a program written in high level language such as C++ into machine language that can be directly executed by the computer. فإذا هو برنامج تحويل الترانسليتر، من اسمه هو مترجم، يحول البرنامج اللي احنا نكتبه باللغة الهاي ليفل لانجوج. وبالشابتر السابق عرفنا الهاي ليفل لانجوج واللو ليفل لانجوج وانواعهم، واخذ وشرحنا عليهم بالشابتر الثاني. فاذا الترانسليتر هو برنامج تحويل البرنامج اللي كتبه اليوزر بالهاي ليفل لانجوج مثل C++ او اي لغه من الهاي ليفل لانجوج، ويحولها الى لغه المشين لانجوج اللي هي تتنفذ بواسطه الحاسوب. عندنا تايب اوف ترانسليتر، تجيكم تعداد، عندنا عده انواع من الترانسليتر، اللي هو اول واحد الاسيملر، والثاني الكومبايلر، والثالث الانتربريترز. نجي على انواع التايب اوف الترانسليتر اللي هي قلنا الاسيملر والكومبايلر والانتربريتر. حنجي على شرح اول واحد اللي هو تايب اوف ترانسليتر اللي هو الاسيملر. الاسيملر هو كمبيوتر computer program which translate from assembly language to machine language. إذن من اسم الأسيملر، طبعا تعريفه كلش حيصير بسيط عليكم، هو الأسيملر هو برنامج computer program، هو برنامج حاسبة، which translate هو نوع من أنواع المترجمات. فإذن هو which translate يترجم لي from assembly language to machine language، إذن يحول من الأسيملي language إلى المشين لانجوج. هذا تعريف الأسيملر. الكومبايلر is a special software program that converts source code into machine language. إذن يحول special software program that converts source code اللي هي يحول البرامج من source code إلى machine language. As an important part of any compiler is detection and reporting of error. فإذا والجزء المهم من الكومبايلر، أنت ورا من تكتب عملية كتابة البرنامج الدخلة للحاسبة، يتحول من الهاي ليفل لانجوج إلى الأسيملي إلى المشين لانجوج. الكومبايلر هو يوجد لك الأخطاء الموجودة بالبرنامج، يقارن ويا اللغات أو القواعد الأساسية للغة اللي تكتبها، فهو يقول لك هو detection and reporting of error. فإذا هو يحدد لك الخطأ ويرجع لك تقارير بيها. عندنا نوع من الكومبايلر اللي هي اللينكر واللودر. ها تجيكم تعريف أو مقارنة بين اللينكر واللودر. اللينكر هو شنو؟ is a program that takes one or more object generated by compilers into a single executable program. فإذا هو يأخذ واحدة أو اثنين أو أكثر من الوظائف اللي يولدها الكومبايلر المن إلى executable program، إلى برنامج التنفيذ اللينكر. اللودر شي يسوي؟ is a part of operating system، هو جزء من ال operating system that responsible for loading program to memory. إذا هو المسؤول عن responsible، مسؤول على تحميل البرنامج للذاكرة، preparing them for execution، ويحضره للتنفيذ. هذا من هو اللودر. فإذا اللينكر هو يجيب واحدة من وظائف ويولد generated by compiler اللي هو يتولد بواسطة الكومبايلر وتصحح لي الأخطاء الموجودة بالبرنامج. اللودر هو is a part of operating system، هو جزء من ال operating system، مسؤول على تحميل البرنامج للذاكرة، preparing them حتى يحضره للتنفيذ. عندنا هذه الفيس مال الكومبايلر، مطلوبة منكم تحفظوها بالترتيب، ما يصير أقدم ليفل على ليفل ثاني، لأن هو المخرج مال الأول يطلع يدخل انبوت للمدخل الثاني للليفل الثاني. فعندنا أول ليفل أو أول فيس بالكومبايلر هو اللكسيكال أناليسز، الثاني سنتاكس أناليسز، الثالث سيمانتيك أناليسز، الرابع انترميديت كود جنريشن، والكود اوبتمايزيشن، والكود جنريشن. هذه الفيس الستة تحفظوها بالترتيب، يعني من أقول لك عدد لي الفيس أوف الكومبايلر، مطلوب تعدادها بالترتيب المذكور عندكم، ما يصير أقدم أو أخر بي.
قلنا الفيس مال الكومبايلر هي ست فيسات اللي هي اللكسيكال اناليسيز والسنتكس اناليسيز والسيمانتيك اناليسيز والانترميديت كود جنريشن والكود اوبتمايزيشن والكود جنريشن. عندنا تعريفين مهمه من ضمن الشرح مال الفيس اوف الكومبايلر اللي هو سمبل تيبل مانجر. السمبل تيبل مانجر هو ان ايتش فيس وي نيد فاريبل ان ايتش فيس، يعني قصده بالفيسات مال الكومبايلر يعني باللكسيكال بالسنتكس بالسيمانتيك. يقول in each face نحتاج إلى متغيرات، هذه المتغيرات منين ناخذها؟ ناخذها من السيمبل تيبل مانجر. عندنا الايرور هاندلر، ممكن انه هم يجيكم تعريف شنو معنات الايرور هاندلر. بكل فيس من الفيسات مال الكومبايلر ممكن انه تتولد اخطاء، هذه الاخطاء مسؤول عليها الايرور هاندلر يصلحها حتى يكون البرنامج جاهز للتنفيذ. هذا الشرح عندكم للتوضيح فقط، وما مطلوب من عندكم بس حتى تفتهمون الرسم، لان الرسم مال الفيس اوف الكومبايلر مطلوب من عندكم. يقول لك each stage in compiler has two input and output. بكل فيس من الكومبايلر، هسه خلي نجي نشوف هذا الرسم حتى يصير الشرح عندكم واضح. يقول كل فيس، هذا فيس اللكسيكال، هذا فيس السنتكس، هذا السيمانتيك، باعوا مرسومة عندكم بالترتيب، ما يصير قلنا، فلهذا قلنا لازم نحفظها بالترتيب، ما يصير أقدم، لأن المخرج مال الفيس الأول يكون input للفيس الثاني. فيقول كل فيس بي inputين اللي هو هنا هذا السورس، قصد السورس بروجرام، والسمبل تيبل مانجر اللي هو قلنا ناخذ من المتغيرات. كل فيس يقول يحتاج الى متغيرات ياخذها من السمبل تيبل مانجر، هذا الموجود عندكم. هذا اللكسيكال اناليسيس فعنده السورس بروجرام وعنده الفاريبل اللي ياخذها من السمبل تيبل مانجر. الاوتبوت مالته حيروح للسنتكس اناليسيس. السنتكس اناليسيس حتاخذ الاوتبوت مال اللكسيكال وتاخذ الانبوت الثاني من السمبل تيبل مانجر. السنتكس الاوتبوت مالته يروح للسيمانتيك ولهذا وياخذ الانبوت الثاني من السمبل تيبل مانجر. نشوف كل فيس له اوتبوتين، يعني الاوتبوت الاول مال اللكسيكال اناليسيس يروح للايرور هاندلر. اذا الايرور هاندلر شو وقت يروح له؟ كل فيس يفوت ينفذ به البرنامج، اذا به اخطاء يروح للايرور هاندلر يحمل الاخطاء او مسؤول عليهم الايرور هاندلر، اذا اكو غلط يصححه. وكذلك السنتكس اناليسيس عنده تو انبوت، الانبوت الاول من الاوتبوت مال الفيس الاول والانبوت الثاني من السمبل تيبل مانجر. وكذلك عنده اوتبوتين، الاوتبوت للايرور هاندلر، راح تقولوا لي ست وين الاوتبوت الثاني؟ الاوتبوت هذا الثاني اللي هو يروح يصير انبوت للسيمانتيك اللي هو الفيس الثالث، وهكذا الى ان تخلص. هذا الرسم مطلوب من عندكم. فهذا الحكي هنا هو توضيح على هذا الرسم. يقول each stage in compiler has two input and output. For example, the first phase اللي هو lexical analysis, the first input is the source program while the second input is its sum of the variable that you need at that stage. ياخذها منين؟ قلنا من السمبل تيبل مانجر. فاذا كل ستيج لها انبوتين، و the first output is the error يروح للايرور هاندلر، والاوتبوت الثاني اللي هو هنا قلنا called error handler while the second output is the input for the next phase اللي هو syntax analysis. فإذا كل فيس، هذا الرسم مطلوب من عندكم ويجيكم بالامتحان، فالمطلوب تحفظون الفيسات بالسرعة. وعندكم two input اللي هو symbol table واللي هنا يفوت source program للlexical analysis للفيس الأول، و two output، الأوتبوت الأول يروح للإيرور هاندلر والأوتبوت الثاني يروح للsyntax analysis اللي هو الفيس الثاني. فهذا كل ما يتعلق بالكومبايلر. الفيس مال الكومبايلر مطلوبة من عندكم. نجي على النوع الثالث اللي هو من الترانسليتر، اللي هو احنا قلنا اول واحد الاسيملر والثاني الكومبايلر والثالث الانتربريتر. هيانا هذه التايب اوف الترانسليتر. الانتربريتر اللي هو من اسمها من نوع من انواع المترجمات
الانتربريتر تعريف يجيكم او مقارنة مع بقية الانواع. يعني اقول لك مثلا اعرف مقارنة بين الانتربريتر وبين الكومبايلر او بين الانتربريتر والاسيملر. فالانتربريتر is a program that translates a program line by line. فاذا هو برنامج يقوم بترجمة البرنامج سطر سطر او خط او statement by statement جملة جملة and carries out the specified action in a sequence and execute the statement immediately before going on the translate the next statement. فإذا هو مترجم أو برنامج يقوم بترجمة سطر بعد سطر أو جملة بعد جملة وينفذ الإجراءات المحددة في التسلسل وينفذ الجمل مباشرة قبل الذهاب لترجمة جملة أخرى. فإذا هذا تعريف الانتربريتر. نجي على النوع الثالث من السيستم سوفتوير اللي هي أنواع السيستم سوفتوير. قلنا الأوبريتنج سيستم وقلنا الترانسليتر والنوع الثالث كان اليوتيليتي بروجرام. اليوتيليتي بروجرام هي البرامج التي تؤدي مهمة محددة تتعلق بإدارة وظائف الكمبيوتر. بروجرام ذات perform a specific task related to the manage of computer function. فإذا هي برامج تؤدي مهمة محددة تتعلق بإدارة وظائف الكمبيوتر مثل الباسورد بروتكشن اللي هو كلمة السر حماية كلمة السر أو الميموري مانجمنت أو إدارة الذاكرة أو الفيريس بروتكشن أند فايل كومبريشن. الفيريس